ينضم إلي الآن من أنطاكيا الصحفي أو من دمشق الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف، ومعي أيضا من إسطنبول الصحفي هشام جناي. أهلا ومرحبا بحضرتكم معي على شاشة الحدث. مباشرة أريد أن أبدأ بضيفي من دمشق أستاذ غسان. عندما يتحدث النظام السوري عن أن المساعدات سوف تصل إلى المنكوبين، إلى المتضررين، إلى من واجهوا المآسي بعيد هذا الزلزال المدمر، لما لم تصل المساعدات من قبل النظام وقد تلقاها من بعض الجهات الدولية إلى مناطق شمال غرب سوريا؟ تحياتي لك أخي أحمد وللسادة المشاهدين. أهلا ومرحبا بحضرتك. يعني هذا السؤال فعلا يجب أن نضوي عليه كثيرا، خصوصا يعني أن الدولة السورية منذ اليوم الأول يعني وهي طلبت المساعدات من جميع دول العالم، وكان هناك تصريح واضح من رئيس الحكومة ومن وزير الخارجية بأن المساعدات ستصل إلى كل المناطق السورية بغض النظر هي تحت سيطرة الدولة أم خارج سيطرة الدولة. ويعني قال بأن يعني نريد أي منظمة دولية لتتعاون معنا كالصليب الأحمر الدولي وأيضا الهلال الأحمر العربي السوري، ولكن المشكلة في الطرف الآخر، يعني ليس هناك ضابط لهذه المجموعات متحكمة في تلك المناطق. كانت سابقا تركيا هي من تقوم مثلا بالوساطة لإدخال المساعدات الإنسانية حتى قبل هذه الكارثة عبر معبر سرافي البطرمبي اسمه، وكان هناك يعني تعرف بأن الروس والأتراك ويقومون بهذه المهمة. الجيش يعني المشكلة مشكلة ضامنين يا أستاذ غسان. هل نتحدث اليوم الإشكال بوصول هذه المساعدات، نتحدث عن عدم وجود ضامنين، دور مغيب للضامنين تحديدا الدور الروسي والتركي؟ لا، الروس حاولوا ويعني دول عربية حاولت، ولكن المشكلة أخي أحمد في هذه المنطقة، يعني أمس دخلت، أول أمس دخلت مساعدات من تركيا دورية ليس لها علاقة بالزلزال. لا، دخلت كمان مساعدات أستاذ غسان، في مساعدات دخلت اليوم 22 شاحنة دخلت عن طريق باب الهوى، كانت أول قافلة أممية تدخل عن طريق باب الهوى لشمال غرب سوريا. يا أستاذ أحمد بس أعطيني وقت لأحكي لك يعني الموضوع. طبعا يعني الموضوع ليس في الجانب السوري، الجانب السوري كل يوم يصرح بأنني أريد أن أدخل مساعدات، لكن إذا أنت تريد أن تدخل مساعدات والطرف الآخر لا يستجيب وليس هناك من يتلقى هذه المساعدات ورفضوا تلقي المساعدات لأنهم لم يأخذوا أوامر لا من الولايات المتحدة ولا من تركيا، يعني هذا من جهة، من جهة أخرى أنا والله ما بدي أقاطعك يعني أستاذ غسان، القافلة جاهزة أستاذ غسان، أنا مش قصدي أقاطعك، لكن يعني فقط بتساءل من حضرتك، يعني معقول إنه الناس الموجودين اليوم في شمال غرب سوريا وهم في وضع يعني مأساوي، والله الله يعينهم، يعني لم يوافقوا على إدخال مساعدات كان قد طرحها النظام السوري؟ يا أستاذ أحمد الموضوع يعني هل تعرف أنت، يعني أولا الجيش السوري لا يستطيع أن يدخل إلى هذه المناطق يعني أبدا، يعني مهدد، أي جندي أي عمال إغاثي مهددين بالقتل، وهم أعلنوا في بياناتهم هذا الكلام وقالوا لن نتلقى لا مساعدة ولن نسمح لأحد بالدخول. إذن نحن بحاجة إلى وسيط آخر، قد يكون الصليب الأحمر الدولي. أين المنظمات الأمم المتحدة؟ أين الأمم المتحدة؟ أين الدول التي كانت يعني مثلا تركيا كدولة محتلة هي يجب أن تقوم بهذا العمل؟ منظمات الأمم المتحدة وحتى المجتمع الدولي طالب النظام بأنه يتعاون أستاذ غسان في لا لا بهذا أين الموضوع. هي أين هي؟ بالعكس إذا النظام قال أنا سأتعاون مع الصليب الأحمر، أين الصليب الأحمر؟ يعني هل أنا يعني هل, هل هل النظام خاطب؟ تفضل بس شوي تفضل. قالت الدولة السورية إذا لم يسمحوا لنا بإدخال المساعدات نحن سندخل المساعدات بطريقتنا عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري، لكن هناك ليس هناك جهة متعاونة مع الدولة السورية. كل يوم تقول الدولة تتصل بالأمم المتحدة وبالصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وبروسيا وبالإمارات وبتركيا وبكل هذه الدول، وحتى الآن لم تفلح جهود الحكومة السورية، فقط يريدون أن يحملوا الدولة السورية هذه المسؤولية. أنا أقول لك بأن القوافل جاهزة وأن الدولة السورية لن تفرق
بين أي منطقة وأخرى. وأنا أقول لك أكثر أستاذ أحمد، العائلات بعضها يعيش في اللاذقية وبعضها يعيش في إدلب، العائلات نفسها منقسمة، بعضها يعيش في إدلب وبعضها في حلب وحماة. لا يمكن للدولة السورية أن تفرق بين أبنائها.